انا كيظهر لي بانه في هذه القضيه ديال التسقيف وداك الشيء دابا انا اللي بغيت نفهم حنا راه متبعين وكنشوفوا الهوامش وداك الشيء اللي كتقولوا السي بوانو اخوان راه كذوب وبانه الاثمنه اللي كاينه اليوم والسيده الوزيره انا ما ندخلش في الديتاي راه شرحت هذا الشيء في لا كونفيرونس دو بريس وتكلمات يعني وداك الشيء راه مسجل في الفيديو وكل شيء بانه يعني الهوامش اللي كاينه هي تقريبا ديال 97 لما كنشوفوا بلي كان اناليزيو لا سيتياسيون دونك قبال من هذا فلهذا داك الشيء راه كل راه عندكم شي غلط ولا شي خلل ما ولكن الا هو انتم الهدف انكم من بعد ما خرجتوا البترول من صندوق يعني من المقاصة بغيتوا ترجعوا لصندوق المقاصة ونديروا واحد 3 مليار انا غنتفق مع الرئيس ديالك واجي تذكر معايا انا ما نظنش ان الرئيس ديالك السي بوانو غادي يبغي ها لا كنهضر لا وشوف لا وكنهضر لا خليني نتكلم انا وشوف انا كنهضر معك ما والله ما كندير معك السياسه كنهضر معك من فضلكم انا سي ابراهيم انا ما بغيتش تكون السيد الرئيس والساده والنواب سي ابراهيم حيت قالها لي سيد رئيس سيدة والسادات هذه حلبة الملاكمة ما بقاش بلا امان هذا ها من الله يخليك سي ابراهيم سي ابراهيم اتق الله الصيام 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 راكب سلم اشوف اشوف سيغيات سيغيات سيد نائب الله يخليك سيد نائب السيد نائب سيمو 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 سي ابراهيم سي ابراهيم سيمو اسيمو 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 شوف شوف ماج شوف كاين بعض المسائل كاين بعض المسائل لا تستحق الجواب لان هاد الاسطوانه عامين هما كيجيبوها كيجاوبوها ولا خلوني هذا خلوني هذا خلوني هذا خليني هذا لي خليني هذا هاد الاسطوانه 5 سنين ولا 7 سنين هما كيجيبوها والنتائج الانتخابات المغاربه عارفين السيدات والسادة النواب أبغيت ما تكونش الذاكرة ديالنا قصيرة ونذكر أن بعض المسؤولين اللي سبقونا لهذه المسؤولية كانوا صرحوا فاتح ماي 2013-2012 لواحد الجريدة وطنية وقالوا لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة سبحان الله فاش كنتوا في المسؤولية كنتوا كتطلبوا من المغاربة يعطيكم الوقت لأن الإصلاحات ما يمكنش دا غير وحدة وحدة ومنين ما بقيتوش وليتو كتطلبوا الاخرين بالسرعه ويديروا في 6 شهور داك الشيء اللي ما داتوش في 10 سنين ايوا اسمحوا لي نقول لكم الحقيقه المغابه وهذا هو الحزب اللي رفع جميع الاسعار هو اللي حرر قطاع المحروقات وطول 10 سنين
وهما حاكمين وما قدروش يوفوا للمغرب مخزون استراتيجي للمحروقات. وهذا الحزب اللي كيتكلم اليوم على اسمعني اسمع اسمع هذا الحزب اللي كيتكلم واش نزيدوا ولا نبقاو زيد هذا الحزب اللي كيتكلم ولا على اليوم على السياده التقيه هو نفسه اللي خلانا حتى الاخير لحظه باش يعلن باللي العقد ديال الغاز مع الجزائر ما بقاش سكت ما قالهاش حتى قال لك ما بقاش الغاز هذه مسؤوليه هذه وحنا كنقولوا حلول واليات كنلقاو حلول واليات باش نواجهوا ازمه غير مسبوقه والازمه اليوم هي ازمه مستورده قله المواد الاوليه سيدي السيمو إذن الأزمة الأزمة اليوم هي أزمة مستوردة قلة المواد الأولية أسعار عالمية ماشي مرتفعة بل ملتهبة البترول وصل أثمنة خيالية حرب عندها أطارها والمغربي راه متبع وكيعرف كل شيء هادشي وما محتاج نزيدو نشرحو ليه وما محتاج أكثر شي حد اللي يجي يكذب عليه المغربي بغى اللي يطمئنوا على التسيير ديال الأزمة الاقتصادية ديال البلاد وغادي يعرف أن المسؤولين اللي دار فيهم الثقة واخدين طريقهم لحل الأزمة